اكتشفت أن ملايين الجزائريين معي بكل تواضع. يدوخني هذا الإنسان هذا كبير. عهد صناعة الرؤساء انتهى، عهد الإملاءات انتهى. أكجي. فإذا كنت قد نصرت فقد نصرت من الفقراء، فقراء هذا الوطن. The Oscar goes to Eddie Redmayne. ما زلت تحب بوتفليقة؟ أحبه، أحبه في الله. فول هما ليك بعصب عربي. أنا راني قلت لك داخل، مانيش داخل نلعب، داخل باش ندير رئاسة الجمهورية. شو ديك الله، ديك الله، ديك الهضرة وديك الله. ستكون نتيجتنا في الانتخابات الرئاسية إذا قبل ملفنا ستكون مفاجأة للجميع. مفاجأة سلبية ولا إيجابية؟ مفاجأة إيجابية. شنو ديك الذر وديك الحديد وديك الهضرة؟ اكتشاف 63 تريليون متر مكعب في الغاز، وأيضا 94 أظن مليار برميل. هذا يطيل عمر البترول الجزائري بعشر سنين، والثاني يطيل عمر الغاز الجزائري بست قرون. خويا العزيز يا والله غا يكذب ويخرط ويزيد ونعرف مليح. ما هو أول قرار ستتخذه لو تكون رئيس للجمهورية؟ أطرد السفير الفرنسي. أنا ولاية زوزو رقم 15 ولاية داخل الجمهورية مثلها مثل أي ولاية هي وبجاية. وقبل أن تكون رئيس؟ قبل أن أكون رئيس هاتان الولايتان لا يعنيان البتة. هاي ها نسادق نظر بك فرشيطة هم يشاركوا في الانتخابات ويفاخرون، هم يشاركوا مخاخ في البكالوريا، مخاخ في كل شيء، في الصناطراك، في صناع الغاز، في البحر، في الشجر، مخاخ في كل شيء. لكن بالنسبة للانتخابات التي تعتبر واجب وطني، والآن أنا أسميه فرض عين على كل جزائري يريد أن يغير مسار وطنه. بيزار ديكولاس. تجاوز حضورنا في أكثر من 90% من بلديات الوطن. مفوطاتك ذب. ضرورة أولا المشاركة في الانتخابات والمشاركة بقوة لأنها انتخابات مصيرية. يزكون معنا وزكوا العبد الضعيف لكي يكون هو كمزكي لهم في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويسعدني أن أقول بأن إذا كان أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. هل هؤلاء معتقلي رأيي برأيك أم لا؟ وهل يستحقون أن يكونوا في السجون؟ مفترض أن يكون عندك برنامجك للحرية، مفهومك ببرنامجك السياسي لتقدم للناس للحرية. هل هؤلاء يستحقون الحرية أو السجن؟ لماذا اعتقلوا؟ وهل اعتقلوا بوجه حق أو لا؟ مدعوم من قيادة الأركان حضرتك. أنا بلع Он уже себе шоколадку купила, гадина. Взяла сама шоколадку. А я что робить? А что, мне ей дивиться, як вона їсть шоколад? Я його теж, може, хочу шоколад. Задоволена, мені